أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات؟ أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول؟ لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم ذات. أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي. سأعود أقدم عاشق متمرد، سأعود أعظم الثورات. سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات. سأعود بالأديان دينا واحدا، خال من الأحقاد والنعارات، رجل من الأخدود. ما من عودتي بد، أنا كل الزمان الآتي. هذه القصيدة لمذهل السحور، كلما أقرأها الآن أتذكر الصحفية البطلة الشهيدة شيرين أبو عقلي. هذا هداء لروحي.